السلام عليكم، مساء الخير. نصيحتي للجميع سواء مهندس كهربائي أو غير كهربائي، لا تشتروا سيارة بعد 5 سنوات من الآن، لأنه بعد 5 سنوات من الآن راح يكون في طريقة أخرى للتنقل غير السيارة تماما. يعني السيارات هذه راح تختفي، ما راح يكون لها أي لزمة. فالتزموا بهذه النصيحة وخذوا بها وانتم مغمضين. أعتقد أنه في شيء غلط في الكلام اللي قلته قبل شوية. الغلط هو على أي أساس أنا قلت لا تشتروا سيارة، ومن أنا حتى أقرر أو أفرض على الناس أنهم يشتروا سيارات أو ما يشتروا سيارة؟ وإيش دراني أنه فعلا بعد 5 سنوات أو 10 سنوات السيارات هذه ما راح تكون موجودة؟ هذا الكلام كلها جبتها أنا من خيالي الآن، قررت وفرضت عليكم ثم وضعتها على الشكل قالب ونصيحة. تماما مثل هذه الأسئلة أو الأشياء تصلني على الخاص تقريبا بشكل مستمر في مجال تخصص الهندسة الكهربائية. كيف تصلني؟ يجيني واحد يقول لي يا فهد، إيش رأيك في تخصص الفلاني، القوى، الباور، الاتصالات؟ لأني أنا سمعت إنه راح ينتهي، ما راح يكون في له مستقبل بعد 5 سنوات. هذه الأسئلة قد تنطبق أيضا على كثير من التخصصات الأخرى لما تيجي تبحث عن أو تطلب استشارة. الحقيقة أنا من الناس اللي ما أقدم أي نصائح في اختيار التخصص، لن أشجع أحد أن يختار تخصص معين أو يبتعد عن تخصص معين. السبب هو أني ببساطة لا أقدم إحصائيات ولا أمتلك الإحصائيات عن مستقبل وظائف ولا حتى 5 سنوات قادمة، فكيف لما أتكلم عن مستقبل الوظائف؟ لذلك إذا سمعت أحد يتكلم بهذه الأريحية عند النصائح وتجنبوا التخصص الفلاني وخذ التخصص الفلاني، غالبا هو يكذب ولا يستند إلا على قراءات ومقالات ولا إحصاءات صحيحة، مجرد فراغ حاب أنه يملأ بكلام، والناس قد تثق في هذا الشخص ويأخذون فيه للأسف. لذلك إذا كان من حقي أن أقدم نصيحة فهو نصيحة واحدة: ادرس وتعلم واشتغل ونمي موهبتك ومارس تطوعك فقط في الشيء اللي تحبه. شيء ما تحبه ابتعد عنه، شيء ما تحبه لا تدرسه، شيء ما تحبه لا تروح تتطوع فيه. يعني واحد ما يحب مثلا يعني الكهرباء، ليش يروح يدرس هندسة كهربائية؟ واحد مثلا ما يحب العمل إداري، يحب العمل ميداني، ليش يروح يدور وظيفة فيها عمل إداري؟ لازم دائما تختار الشيء اللي أنت تحبه. لا تأخذ نصيحة أحد بشكل مطلق، خذ منه وروح أقرأ واسمع وكون رأيك الخاص وبناء عليه قرر. لا يوجد تخصص أفضل، جميع التخصصات جيدة، ولكن أنت من يجب أن يكون الأفضل فيها. ببساطة انظر حولك، شوف كم يوجد من الأساتذة والمعلمين، لكن كم واحد منهم مميز؟ هل هؤلاء كلهم اختاروا التخصص الصحيح؟ قد يكونون، لكن هل هذا التخصص كان بالنسبة لهم التخصص الأفضل؟ لا، ولكن اللي أجاد فيه واللي يعمل فيه بحب ورغبة غالبا رغم كل المعوقات غالبا هو الأفضل بينهم. لذلك كن أنت الأفضل في التخصص اللي تحب، التخصص اللي ترغبه، والتخصص اللي قادر عليه، والتخصص اللي تعتقد من قراءاتك أنه له فرصة في المستقبل، سواء فرصة وظيفية، فرصة إكمال دراسة، أو فرصة بيزنس أو تجارة. ففكر دائما ولا تأخذ الأمور مسلمة. هذه الأشياء اللي تميزنا إحنا إنجاز للكلام نقول كمتعلمين، لا تأخذ الأمور مسلمة.